تنضم معنا أمينة أحمد، طالبة سورية وبطلة سورية. أمينة كيفك؟ صباح الخير. صباح الخير، كويس، انتو شلونكم؟ أهلا أمينة، يسعد صباحك. نحن مناح وفرحانين فيكي إنه أنت بهذا العمر وبطلة. أحكي لنا كيف حسيتي إنه أنت مهتمة بهذا الشيء أمينة؟ هلا أنا كنت أروح مع أبوي على القلم، هنيك أبوي علمني شوي فوق الحجر، كنا مع أبوي نسوي. بعدين رحت على المدرسة، هناك الأستاذ علمني، يعني المدرب علمني على هذا، وهيك صار. أنا قلت لما سمعت أمي قالت ما في عندي صبي، أنا يعني ما في عندي صبي، أنا بدي أنت تصيري محل الصبي، تكمشي محل الصبي. لما هيك قالت أمي، هالمرة أنا لسه استرجعت ولسه كثير قمت أشتغل بهذا الشيء، أسوي مجادلة. بعدين رحت يعني مشان نصير أولى تركيا، صرنا جبت الأولى. لما أمي قامت تبكي وأنا هيك يعني قلت هم شلت راس أمي وهم ده السوريين. يعني تشجعتي لتنجحي وكنتي بآخر لحظة فخورة فعلا أنه أمك شافتك بهذا المكان وبطلة وحققتي حلمك أنت كمان. إيه طيب أمينة، كل اللي حكيتيه هو بناء على أنه دربك أبوك وأمك حابة هيك أنه أنت تكوني. أنت فعليا بتحبي هاي اللعبة وبتستمتعي إيه لما بتلعبيها؟ بحب ألعب هذه اللعبة، يعني كويس كان، وهلا لسه عم أشتغل بهاي يعني فوق هاي اللعبة. طيب أمينة دايما بيقولوا لما هلا ما بعرف مين عم بلقمك الحكي صوته كتير واضح، دايما لما بيقولوا إنه موضوع يمكن المكاسرة، ما بعرف إذا إلى تسمية تانية، بيقولوا بدها تركيز، يعني ما دائما يمكن تدخلي بكل قوتك. شو بتفكري أمينة لما بتلعبي لعبة المكاسرة؟ هي فعليا بدها تركيز؟ ما عم يجي صوتكم. عم أقول لما بتلعبي لعبة المكاسرة مع حدا بيكون في تركيز معين على إيدك، أو بتفكري بشي، أو بتدخلي بكل قوتك، أو لا بالأول على الخفيف بعدين ببلش الشد؟ تخبرينا عنها أكثر. لما بدي أسوي مع واحد أول شيء أركز، يعني أخذ كل شيء هيك برأسي وبعدين أسوي، مشان ما يعني بنوع قلم هيك بالير دادية هبسه أوردا. يعني بتكوني قصدك حكت بالتركي وعم تقول انه هي عقلها بيكون بس مركز باللعبه هي، بتكوني خلص انت فعلا مركزه حاطه كل جهدك باللعبه، صحيح امينه؟ ايه. طيب كيف كنتي يعني كيف عم تروحي بتساعدي ابوكي بالرعي وعم تدرسي وعندك اهتمام بالمكاسره؟ الصبح اقوم اروح مع ابوي هنيك على القناه، هنيك اشغل مع ابوي، يعني تشغلني ابوي. بعدين اجي على البيت اكل، اروح على المدرسه. هنيك مع الاستاذ كنا نشتغل هنيك في القرفه. بعدين اجي على الشادر، كان بيتنا انهد في الدبرام في الزلزال. ايه في الزلزال. عم اروح على الشادر هنيك مع ابوي، كنت مع ابوي مع امي مع اخواتي كنت بشغل بهذا. بعدين كان في علي كيلو، اروح عم يعني يعمر يغيو بند شارده قشورم كيلو يندرمك. كانت وقت كانت تمطر، كانت تعمل تهرب من المطر. طب أمينة تخبرينا أكثر كيف تعاملك مع مدربك، كم عدد الساعات اللي بتتدربي فيها؟ كم ساعة عم أدرب؟ يعني شلون أقول لكم، بوي ساعات خمس ست ساعات كنت مع الأستاذ. حلو. مع الأستاذ أدرب. وكثير يعني بتفهمي عليه كل شيء
بتتبعي يمكن التعليمات بحذافيرة. ايه مع استاذة كان افهم ايش يعني. طيب امينة شو حلمك بالمستقبل؟ شو بتحبي امينة تكون بس تكبر؟ بدي انا يعني بهذا المرحلة هيك اروح وبدي اصير مع استاذي يعني مثل استاذي، بدي اصير مثل استاذي انا استاذ كمان يعني مدربة وبطلة. واكيد بنتمنى لك امينة كل التوفيق، ومثل ما قالت امك انت رح تكوني اكيد سندة، بس مو لانه ما عندها صبيان، انت ست البنات واموره. كثير انبسطنا فيكي، نورتي صباحنا اليوم بصباح سوريا. امينه احمد كل التوفيق لك ولاهلك على دعمهم اكيد ولمدربك. شكرا امينه.